مد جسور التواصل بين حاملي المشاريع الجزائريين من داخل الوطن ونظرائهم من أبناء الجالية الوطنية بالخارج. محور أشغالي اليوم الثاني من اللقاء حول المقاولاتية المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبداللطيف رحال. اللقاء كان فرصة للتأكيد على إشراك أبناء الجالية الوطنية في مسار التنمية الاقتصادية للبلاد. نحن مقتنعون أن بلادنا بحاجة إلى جميع أبنائها للنجاح، بما في ذلك الجالية الوطنية بالخارج، ولكي تصبح دولة رائدة اقتصاديا في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، بل وأيضا بلد قوي ومتضامن اجتماعيا، ولدينا الحق بقول ذلك كونهم متواجدون اليوم بيننا. مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات لتسهيل ولوج المقاولين الشباب الأسواق الدولية كانت أيضا في صلب ورشات العمل التي جمعت حاملي المشاريع من داخل وخارج الوطن، ورشات تطرقت للاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية خصوصاً ما تعلق بالذكاء الاصطناعي. احنا مدابينا نتعرفوا على الناس اللي يكونوا في نفس الاختصاص تاعنا او في الاختصاص المكمل للمشروع ان شاء الله، باش نوسعوا اكثر وثاني بوغ لتبادل الخبرات كذلك. الجامعات الجزائرية تضم العديد من المواهب، التقينا عددا كبيرا منهم، هم من سيبنون جزائر الغد، وسنعمل على مرافقتهم من خلال خبرتنا، خصوصا ما تعلق ببلورة نموذج استثماري وإيجاد سبل تمويله. تدعيم التعاون بين المواهب داخل الوطن وخارجه من شأنه خلق فرص جديدة للشراكات الاقتصادية، شراكات يعول عليها لتسريع وتيرة التنمية في البلاد.